السلام عليكم، معكم عبد العزيز سحاري من مجمع الخوبة بتعليم جيزان. صراحة البارحة كنت سعيدا جدا بتمثيل وطني في مؤتمر جلوب البي 2020. شاركتنا أنا والطالب عبد المجيد طاهري في بحث من بحوث البيئة في برنامج جلوب الذي بعنوان النمل الأبيض وعلاقته بالتربة الزراعية. وقد حاولنا في هذا البحث أن نقدم خدمة للجميع للتغلب على هذه الآفة. طبعا مشاركتي في المؤتمر كانت عبارة عن إعداد فيديو يصف كل ما تضمنه البحث من معلومات واستنتاجات في مدة لا تزيد عن دقيقة والنصف. وبهذه المناسبة أود أن أشكر في المقام الأول عائلتي التي ساندتني وشجعتني، وأيضا مدرستي ومعلمي الأستاذ سلمان هاشم، وأيضا إدارة التعليم وجميع الجهات التي كانت لها اليد في هذا المنجز. طبعا عبد العزيز من النماذج اللي تتسلح بالعلم والمعرفة ويقوم بالتجربة والملاحظة والاستفادة مما ننقله له كمنسق لهذا أو مشرف على هذا البحث، الذي كون نموذجا جميلا وفريدا في الحرص على تمثيل المملكة في هذا المؤتمر العالمي 2020 جلوب. وبالتأكيد عبد العزيز السحاري من خيرة الطلاب وخير من يمثل المملكة ووزارة التعليم وإدارة التعليم جازان، ونموذجا يحتذى به من جميع طلاب مدارس المملكة العربية السعودية وطلاب الحد الجنوبي وتحديدا الخوبة.